يخافوا عندهم شعر كيرلي حمامات كريمي يخافوا قوي لحسن يفرد. لا بالعكس خالص، هو حمام كريمي بيديكي ترطيب وبيخلي الشعر يقعد معاكي اطول. اوكي. يعني بدل مثلا احنا شعر كيرلي عامه بيقعد معانا من 4 لـ6 ايام. فانت لو عملتي حمام كريم واهتميتي بشعرك صح يقعد معاكي الست ايام الاسبوع بالتمام. أوكي. عادي جدا. أوكي. بس طبعا في طرق للحفاظ عليه في النوم، دي طبعا ممكن نبقى نقولها، بس ده اكيد هنقولها لان اللي بينام بشعر كيرلي بيصحى يلاقي فعلا بتبقى مشكله بالظبط ومش عارف يظبطه بايه. طب تعالي ندخل في النقطه دي، يلا بينا. ازاي ممكن وناخد العروسه كمثال. أوكي. العروسه في دلوقتي العرايس الترند الجديد اللي هم شعرهم كيرلي يجنن بطبيعته. أيوة. بيعملوا اللوك الكيرلي في الافراح، ممكن نشوف صوره من الصور. أكيد. وازاي العروسه بعد الفرح يفضل شعرها حلو كده. ده كان شعرها قبل، ابتدينا هنا نعمل ستايلينج. بصي كل حاجه انا بستخدم فيها ايدي، ما بستخدمش اي طبعا هيت تولز خالص، اي ادوات للحراره مش بستخدم. وهنا ابتدينا نفك شعرها كمان. بعد كده بتعملي الكيرلز بفتل او بحاجه ولا بس بالفينجر؟ لا هي فينجر كويلنج او برش. وهنا عملنا الهير ستايل كمان عشان هي طبعا عروسه عايزه تظهر يعني بشكل مختلف. هنا كمان ركبنا الطرحه والهير بيس، وهي كانت سيمبل خالص اصلا العروسه ساعتها وعايزه حاجه سيمبل، هي عايزه تظهر على طبيعتها. بس وده كان الشكل بقى طبعا في الاخر، كان عجبها قوي وهي كانت يعني يجن. زي القمر. يجن. طب ازاي تنام تصحى، معلش قبل العروسه اللي بعد كده، ازاي تنام تصحى شعرها زي ما هو؟ بصي طريقه سهله قوي، هي هتجيب يعني كيس مخده ساتان وتحطه وتنام ببساطة، وتلمه لمة بسيطة كده بس الشعر وخلاص. أو في بديل في ناس كتير ما بتحبوش اللي هو البونيه الساتان. البونيه الساتان وده على فكرة كان مشهور قوي. يعني تبقى مش حلوة برضه، لكن احنا بقى في العادي البنات اللي شعرها كيرلي تلبس بونيه ساتان. لو لمته بأستك أو بحاجة ممكن برضه التكسيرة بتاعت الأستك تلخبط. لا خالص، هي بتبقى برضه توكا ساتان. توكا ساتان يكون احسن. وده على فكره لاي شعر، يعني حتى الشعر اللي هو بيكون معمول هيت لما بقوا يناموا على ساتان بقى يفرق معاهم ان هم بيصحوا يلاقوا شعرهم برده مش متكهرب من القطن. القطن بيكهرب الشعرايه. افتكرت العكس يا مونا. لا خالص، ان القطن هو اللي بيخلي الحاجه زي ما هي. وان الساتان ده هو اللي فيه كهرباء. عايزه اقول لك القطن بيسحب الترطيب كله من شعرك، يعني انت تكوني قاعده ومظبطه شعرك وعامله حمامات كريم وفي الاخر القطن يسحب الترطيب من شعرك، تصحي هيشان. البندانة القطن في الحجاب برضو تدي هيشان، فده كله القطن بيعمل.